اكتب في الليست لو يوم فلست هتقوم وتعافر وتكون كاتاليست كاتاليست اكتب في الليست لو يوم فلست هتقوم وتعافر وتكون كاتاليست. عايزينك دايما متفاعل مش واحد ضمن الجمهور مش واحد ضمن الجمهور امسك الفرصة اما تجيلك دلوقتي اللي عليك الدور محتاج كاتاليست محتاج كاتاليست متفاعل اكتب في الليست لو يوم فلست هتقوم وتعافر وتكون كاتاليست ربنا هيدلك عالسكة بس انت جدع ما تمشي خليك واثق في اختياراتك صدقني اكيد ما تندمش وتكون كاتاليست متفاعل اكتب في الليست لو يوم فلست هتقوم وتعافر وتكون كاتاليست 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 صباح الخير يا ياسمين يوم جديد يوم سعيد يلا طاقة شكرا يا رب على يوم جديد اديتهولنا احسن حاجة تبدأ بيها يومك انك تكلم ربنا بوست على كده بقى ربنا بيسمع الصلوات بتاعت الستوريز دي ربنا موجود في كل مكان فاكيد بيسمعنا في كل حته يعني بس ما كانش ينفع يعني ان انت تدخلي اوضتك وتقفلي بابك وتصلي كده في مخدعك زي ما الكتاب المقدس بيقول لا كان ينفع طبعا بس انا فاهمه انا لما بنزل حاجه على النت ما بتبقاش ليا انا بس انا بشجع كل الناس انها تعمل زي يعني بنشر كده الطاقه الايجابيه ايه المشكله في كده يعني مش فاهمه لا خلاص مدام في نطاق الطاقه الايجابيه اللي تشوفيه انا بشهد عن ربنا على فكره يعني في اي حاجه بعمل لها شير ترنيمه حته وعظه كده يعني ما تشغليش انت بس بالك بصي انا عندي مشكله واحده بس مع اللي انت بتقوليه عارفه هتقولي لي مش مقتنعه ومعترض خلاص مش هنزل حاجه على النت تاني ده انت فصيله لا 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 مش ده الموضوع امال ايه على فكره انت عماله تقطميني على حاجات عبيطه من الصبح يعني I need my energy على فكره انا كمان I need my energy على فكره انا مشكلتي الوحيده بس مع اللي انت بتعمليه ده ان انت بعد ما بتنزلي الستوريز علاقتك بربنا بتتقطع هو ده بقى اللي انت عايزه تبينيه للناس انتي بقيتي لا تطاقي على فكرة بس بفكر معاكي خلاص همسح الستوري ما تيجي نخش في موضوع الحلقة على طول عشان انا النهاردة مستعجل عندي مشوار مهم فساندرا قولنا ايه يعني ما تهدى على نفسك مش هينفع مستعجل ده موضوع مهم ومحتاج ناخد وقتنا فيه كده الموضوع السوشيال ميديا والعلاقة مع الله السوشيال ميديا وعلاقه مع الله كلمتين ما لهمش اي علاقه ببعض بقى لان العلاقه مع الله معروفه خلوتك او في الكنيسه بس السوشيال ميديا يعني بوستات بقى وكوميكس وترندات وحاجات كده بس على فكره برضو يا مارك في ساعات الناس بيستخدموا البوست والحاجات اللي انت بتقول عليها زي ان هم يقولوا حاجه عن ربنا يعني انا بصراحه بشوف كونتنت كتير روحي على السوشيال ميديا بيفرق معايا انا شخصيا يعني على الحاجات دي ما بعملهاش شير الصراحه طب يعني انتوا لما بتشوفوا بوست روحي على السوشيال ميديا بتعدوه بتقروه بتهتموا ولا انا شخصيا بعديه لان انا بحس انه غرضه مينلي ان انت عايز لايك شير
عايز تشتهر؟ يعني مش بحسه قوي. هو انا الصراحه على حسب، يعني ساعات وساعات، على حسب مين الشخص وبرده ايه الطريقه اللي بيعرض بيها الكونتنت بتاعه ده. ساعات بنشوف بوست كده اللي هو منمقه قوي، او عارفين صور الباك جراوند بتاعت اللابتوب والحاجات دي، اللي هو بيبقى محطوط صوره بقى باك جراوند كده وعليها ايه وعليها كلام متظبطه كده، تحسها كده معموله ان هي باك جراوند، مش عارفه اقول على حاجه كده. برده لو انا عارف الشخص من قبل كده وعارف ان هو ملوش قوي في الحاجات دي، فتحس ان هو حاجه غريبه عليه ان هو عامل بوست لحاجه زي كده. يعني وانا كنت دايما بسال، ما دي علاقتك مع ربنا، فانت ليه بتنشرها على السوشيال ميديا وليه بتتكلم عنها؟ طب ما يخليك في اوضتك، يعني علاقتي انا وربنا ما بيننا. بص انا عن نفسي ساعات كتير بعمل شير لحاجات روحيه، بس انا ببقى شفت مثلا فيديو او قريت ايه او في تامل او حاجه عجبتني قوي قوي، استفدت منها جدا، فبحس طيب واي نوت اساعد ناس تانية بيها، ناس تانية تشوفها هتكون مفيده ليها، لكن مش ان انا بجمع لايكس يعني. بس ساعات برضو الموضوع بيقلب بافواره، اللي هو بقى بنقعد نشير كل حاجه نلاقيها في وشنا، مش شرط تكون الحاجه دي لمستني فعلا او في وراها حاجة حصلت معايا يعني. أيوة أنا حاسة كده برضو، حتى يعني ما كانتش في الرهبان راحت انعزلت في الصحراء عشان تنفرد بربنا يعني، ويبقاش فيه تأثير من السوشيال ميديا. بس أنا بحس برضو السوشيال ميديا بلاتفورم متاح أن أنا أوصل للناس، أوصلهم رسالة ربنا، ليه لأ؟ يعني لو هي طول موجودة وبتوصل لعدد مهول من البني آدمين، فليه ما نستخدمهاش في حاجة حلوة زي دي؟ يعني مش هننكر أن هي ستيل موجودة، بس محتاجين نبقى يعني بنعمل ده لو فعلا في حاجه فارقه معايا، مش اللي هو عمال على بطال بقى اي حاجه انا ماشي اعمل لها شير، فاكن الحاجه دي بتفقد معناها لان احنا من كتر ما بنعملها سخيفة كده، فالناس بتحس طب ما هو الحد ده على طول بيشير الحاجات دي، ايه الجديد يعني؟ مفيش حاجه مختلفه. طب هو انا ينفع ابدل حضوري في الكنيسه بوعظه اونلاين او اجتماع صلاه اونلاين؟ سؤال حلو قوي. يعني انا بحس الاونلاين مهم جدا، لانه في بوصل لاجتماعات وعظات ممكن في العادي ما اعرفش اروح احضرها، فهو بيبقى مفيد في التعليم وكده، بس لا يغني عن الكنيسة، لأنه الكنيسة هي الجسد، هي مجموعة المؤمنين أصحابي والناس اللي أعرفها اللي بحتك بيهم، وبطبق بقى عملي اللي أنا تعلمت في الوعظات ده. وأنا كنت زيك كده بس زمان، يعني من كام سنة، بس مع الوقت بقيت اللي هو بكسل إن أنا أنزل الكنيسة. ليه؟ أصل هي موجودة أونلاين، ما هي كده كده هتتعرض، كده كده الوعظة دي هسمعها على اليوتيوب، فحاسس إن إحنا اللي استهبلنا شوية في تكاسل إنه كده كده كل حاجة موجودة أونلاين وما بقاش ننزل، وزي ما أنت فعلا بتقول ما بقاش موجود الجسد الواحد ولا في علاقات، ف يعني بس الصراحة غير بوينت الكسل دي، أنا ساعات بحس إن أنا لو سمعت وعظة في البيت ببقى مركزة فيها أكتر من وانا في الكنيسه، ساعات الواحد متشتت بعدد الناس او كده، غير بقى هو قاعد مركز بقى وبيكتب مثلا او كده. النوعين مهمين اي بليف، يعني فعلا ان انا احضر حاجات اونلاين فيها بتعلم وبذاكر، وان انا ابقى وسط جسد بخدم وسطهم بتعامل معاهم، ده بيفرق كتير. طب يا جماعه بمنتهى الامانه، كم واحد بيشوفنا ملزقين اون سوشيال ميديا، فاللي هو تحس ان البوست نفسه طالع ملزق بطريقه وحشه من كتر ما احنا ايه بنحاول نروحن الامور ونودي كل حاجه للاتجاه الروحي، فبنبقى ملزقين مزيتين ايا كان يعني. ايوه يعني كتير قوي بحس انه حد مثلا يبقى شايفني يقول شكلك مزيته، اللي هو انا ما عملتش حاجه بتدل على كده يعني. بس بحس انه احنا ممكن ناس كتير وانا من ضمنهم مش بنحب نعمل شير لحاجه عشان خايفين الناس تقول، مش عايزه الناس تقول لا شوف ده مزيت قوي، ده مش كول كفايه، انت لسه منزل وعامل لي فيها بتاع ربنا ومش عارف ايه، منزل بوست مش عارف ايه وجاي دلوقتي قاعد مش عارفه فين، فاللي هو بنحس اللي هو لا بلاش نخش المكان دوت، يعني ايه بلاش نبين اللي احنا ملزقين ومزيتين قوي يعني على السوشيال ميديا. بالظبط، واللي هو لا سيبك منه ده هيقعد بقى يقول لنا عيب وحرام وكده، فبتحط علينا صوره كده اللي هو يعني احنا مش كده. واقعيا احنا اللي بنقوله دوت فعلا بيحصل، بس في نفس الوقت في ناس برضو اون سوشيال ميديا قادر ان هي تتكلم عن ربنا، فتيجي نشوف راي الشباب برضو رايهم ايه عن الناس ديت وعن البوستات اللي بتتكتب والدنيا دي كلها. يلا بينا. الأصفر ازاي ما بتحبهاش؟ مثلا انا ما بحبش الشوبينج، في ناس بتحب الشوبينج وبتستمتع، بس انا لا. موافق ولا مش موافق ينفع اخدم من خلال السوشيال ميديا؟ ينفع، انا بالنسبه لي ينفع ينفع طبعا، ده يعني
يعتبر هي الوسيله اصلا دلوقتي ان اكتر وسيله اقدر توصل بيها للناس. بالظبط. بس ما بحبش قوي الخدمه من خلال السوشيال ميديا، مرات الناس بتقلل منها. في حاجتين عايز اقولهم عن السوشيال ميديا. اولا ان الناس ما بتحب، يعني في ناس بتحس انه اللي هو دي صوره فهي هتقعد تهزر على الصوره. وتاني حاجه لو انت حياتك مش مع الخدمه، يعني مش مع اللي انت بتقوله في الفيسبوك، ما تجيش توعظني على التايم لاين. الله يخليك، يعني ما تجيش توعظني على التايم لاين بتاعك، تقعد تنزل لي كل اسبوع ايه وانت يعني ده مش انت. يعني موافق ولا مش موافق؟ الكلام عن ربنا مش على الفيسبوك. حاسه ان الكلام على ربنا ممكن اقوله في اي وقت، بس يعني في الوقت المناسب يعني. بس ممكن على السوشيال ميديا عادي يعني، ما ممكن انزل ايه يعني على الصفحه بتاعتي، انزل اشير اي حاجه، فحاسه ان هي مش حاجه غلط. وانا شايف انه في الزمن دوت هو يعني السوشيال ميديا هو اكتر وسيله هقدر اوصل بها للناس. يعني في ناس كتير قوي مش بتنزل كنايس بس بتفتح فيسبوك وانستغرام، يعني اي وسيله من الوسائل اقدر. يعني الناس اللي مش بتيجي دي، الناس اللي مش بتيجي دي وبتفتح الحاجات دي كتير، يعني لو حتى لو قروا ايه في اليوم هي هتفيدهم، حتى لو هم اللي منزلها مش قوي. يعني انا معترض معاك في حته، يعني لو انا وحش ما انزلش، لا يعني انزل. مش بقول له انت وحش ما تنزلش، بس بقول له انت وحش ما توعظنيش، تفرق كتير. مش بوعظك انت، بنزل حاجه على صفحتي وعجبتك عجبتك، مش عجبتك خلاص. بص زي كده ربنا بيعرف يتكلم من خلال كل الناس، انا مش ضد اللي انت بتقوله. يعني اوحش واحد ربنا بيعرف يتكلم من خلاله. بالظبط. يعني بس ده ما يمنعش ان لو انت وحش هتحتاج تطور من نفسك عشان اعرف اقبل منك الكلام صح، حتى فانت محتاج على الاقل تحسسني ان انت بتشتغل على نفسك. موافق ولا مش موافق؟ الكلام عن ربنا على السوشيال ميديا بيطلع بدع وهرطقات لانه مش عليه رقابه. موافق. 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 في فتره يعني كده كانت انتشرت كده ايه، وكان في ناس كتير بتعملها شير، بس تسوني بتاعتي دخلت وقالت لي ان الايه دي نصيا مش صحيحه، فقالت لي بلاش نشير اي حاجه وخلاص، لازم نتاكد. الفكره هنا يعني. بقى يعني فدي هي الفكره، وفي ناس يعني بتفسر على هواها، فده مش لازم كل حاجه ناخدها ونقول ده معتقد لينا، لازم نفكر الاول. مش كل كلام حلو، يعني ممكن يكون الكلام في الظاهر حلو لكن وراه هو مش حلو، او وراه غايه احنا مش عارفينها، فلازم نكون متاكدين من الحاجه اللي احنا ننزلها. ايه رايك في المحتوى المسيحي اللي بتعرض على السوشيال ميديا؟ في حاجات بتبقى طالعه ملزقه قوي يا جماعه، بامانه مش هقدر اخبي، بس في حاجات بتطلع ملزقه جدا اللي هو بالمسيح اقدر ويرفع لي ايده كده، فانا ما بحبش الحاجات دي الصراحه. ممكن توصل لغيري طبعا يا مستر توني، عارف انك هتقول كده، ممكن توصل لغيري، بس في حاجات انا بشوفها زي عمر وسلمى، يعني ما فرقتش كتير عن عمر وسلمى. في محتويات بتبقى مفيدة يعني، وفي محتويات لا بحسها لما طالعين يقولوا كلمتين وياخدوا لايك وشير وحاجات زي كده وخلاص، ما بيكونش هدفهم روحي قوي يعني. تعالوا نتصور بقى. يلا. بتتلخبطوا ساعات في الناس اللي بتلاقوها يعني كأنهم عايشين حياتين مختلفين، واحدة على السوشيال ميديا واحدة في الواقع لو تعرفون كويس؟ قصدك الدبل لايف اللي هو حد عايش بوشين، انا على السوشيال ميديا حاجة وفي الحقيقة حاجة تانية خالص. انا بحس اللي بيعمل كده ده عشان حد عايز يحس بقبول، سواء قبول من الكنيسة، قبول من الناس، اللي هو انا موجودة انا بعمل حاجة، فحاسة ان هي يعني بتبقى فيها نقطة من النفاق. ممكن يعني نعكس اللي احنا كنا بنقوله في الاول، انه الناس ساعات بتخاف ان هي تتكلم عن ربنا علشان ما يتقالش عليهم ان هم ملزقين او مزيتين. في ناس تانية بقى ممكن في جوه مجتمع الكنيسة تبقى بتحب تقول كلام اكتر عن ربنا علشان تبان بقى ان هي مؤمنة وجامدة وبتاخد خلوتها كل يوم وكده، فكأنه برضو نوع من النفاق يعني. انا اتوقع لو مثلا الشخص دوت مثلا قدر يوصل نور مختلف لواحد في البوست بتاعه، هو قدر يضلل او يبقى عثره لخمسه لما يشوفوه على الحقيقه. يعني البوست بتاعك ده او الايه بتاعتك ديت لو
قدر توصل حاجة فده حلو، بس انت اضعاف اضعاف هتقدر ترجع الناس وتبقى شخص مؤثر بالنسبة لهم. لو انا مش عايش ده قصدك في الحقيقة؟ بالظبط، لو انا مش عايش دوت، ولو انا بشوفك انت على السوشيال ميديا بشكل، وفي نفس الوقت بشوفك بقى او ما شفتك بقيتك مثلا حد تاني خالص، حد تاني خالص، لو انت بتتكلم عن ربنا وقدي هو مثلا صالح وجميل وطول النهار ايات، وفي الشغل مثلا في الشغل مثلا على طول بيتعصب وبيشتم وحاجات كتير كده، او يبقى يعني حقيقي، يعني حتى لو كتب آية وهو مثلا بيصارع انه يعرف يعيش الآية دي، يقول ان انا بصارع مع الآية دي وبحاول اتعلمها، مش يكتبها إن، ان هي اكنه بقى خلاص هو عايش. بحس ان احنا محتاج نبرر، بس اقول كده يعني مش كلنا عايشين للآخر، بس يعني احس ان لما هكتب آية انا محتاج ابرر، يا جماعة أنا مثلا انا لسه ما وصلتش لان انا فولي بعمل الحاجة دي عشان الناس ما تعصرش فيا، ولا لا انا ممكن اكتب ايه دي فعلا عشان فرقت معايا، بس لو انت شفتني مثلا في مره متعصب وبعمل عكس المبدا ده مش معناها ان انا حياتي كلها عكس المبدا ده. هي دي هترجع بقى المعرفه الشخصيه للشخص. انت هل انت في استمراريه ودايما بتحاول، ولا انت بس اللي هو في ساعتها وخدتك الجلاله كده وبعدين خلاص انا رجعت تاني للي كنت بعمله يعني؟ وحتى يعني انا مش مع فكره ان هو شخص يقول ربنا بيقول لك كذا، لانه الله بيدعمي باشكال مختلفه وبطرق مختلفه، ومحتوى زي دوت لو انتشر يعني مثلا لو انت مثلا في كنيسه او لو انت في خدمه، ففي الغالب هيسمعك مثلا 50 60 واحد مثلا. لو انت بقى اون سوشيال ميديا، لا انت بيوصل رسالتك ديت ناس كتير قوي. فلو بقى انت اديت وعد والله بيوعد بكذا والله بيقول كذا، و طب انت كده انت برضه مؤثر. قصدك ان انا محتاج اذاكر كويس قوي لو انا هتكلم على السوشيال ميديا بقول ايه بالظبط؟ بالظبط، صح يعني، محتاج تعليم مظبوط، ومحتاج اراجع كل محتوى انا بكون بقدمه، كل مبدا انا بكون بقدمه انا عايشه وكمان واثق فيه ان في امانه، ان انا واثق ان المحتوى دوت صح، واثق ان المعلومه ديت جايبها من مصدر صح. وانا برضو كواحد بيتفرج المفروض يبقى عندي الوعي ده، انه مش كل حاجه بتفرج عليها هو الشخص ده عارف كويس قوي بيقول ايه، ممكن يكون مش للاخر واصل مثلا بيفسر ايه او بيتامل فيها بطريقته الشخصيه، مش شرط يكون ده صح، فما اخدش الحاجات دي مسلم بيها قوي، في نفس الوقت برضو مرفضهاش للآخر يعني. أنا أفتكر كمان إن ده متوقف على نضج الشخص اللي بيسمع، يعني أنا أفتكر إن أنا في وقت من الأوقات كنت برضو مزنوقة قوي في الحتة دي، إن أنا حاسة إنه بسمع ناس كتير في كنيسة من الخدام أو كده بيقولوا حاجات بس أنا مش شايفة إن هما بيعملوا عكسها أو مش عايشينها للآخر، فده خلاني في وقت أتلخبط في ربنا وفي الكنيسة وفي الناس، ومثلا بعدت شوية عن الكنيسة. بس مع الوقت الانسان اظن لما بيوصل لحته مع ربنا او حته نضج روحي بيبتدي يستوعب انه كلنا فينا ضعفات وكلنا بنغلط، وان الشخص اللي قدامي ده مش ربنا، مش ملاك، وهو طبيعي، مش معنى ان هو واقف على ستيج او بيوعظ او بيرنم او بيقدم حاجه ان هو خلاص شخص بقى قدوس خالي بقى من كل حاجه وما بيغلطش، لا هو بني ادم زيه زينا، فطبيعي انه يكون عنده ضعفات بيصارع معاها زي ما احنا بنصارع معاها، فبقت صوره الشخص اللي على المنبر مختلفه، مش ان هو شخص لازم يبقى متبروز كده. ينفع استفيد من التعليم اللي بيقوله، ويعني اتجنب ان انا ما اكونش برضه شخص مزيف، اتعلم من الحته دي من غير ما اكون اوكي يبقى اكيد انت عايش حياتي بقى كلامك كمان غلط. لا مش شرط. وكمان هو مش شخص الموديل بالنسبه لي، يعني مش هو كل ما هو يقوله هو صحيح فخلاص، يعني هو فلان قال كذا فانا مقتنع بكل وجهات نظره، لا انا باخد الحاجه اللي هو بيقولها على السوشيال ميديا واتابعها وراجعها تاني، بس في نفس الوقت انا الامان بقى ان احنا نبقى زي الناس ديت، وان احنا ما نخافش، وان احنا نقول ايماننا على السوشيال ميديا. وتعالوا نشوف حد اوريدي عمل كده وبيعلن ايمانه وبيتكلم كمحتوى مسيحي على السوشيال ميديا، ونتعلم منها الوقت اللي جاي. يلا بينا. يلا انا اسمي ترميم، بشتغل في السوشيال ميديا، صنعت محتوى مسيحي على التيك توك، شويه على الانستغرام. علشان بشتغل في السوشيال ميديا بقعد اوقات طويله قوي عليها، وكنت بتفرج على كونتنت كريترز او صانعين محتوى مسيحي اجانب بيعملوا محتوى بالانجلش، كنت بدور على حد يكون بيعمل نفس الحاجات ديت بالعربي عشان يوصل لي انا بلغتي اللي هي بالعربي، لكن للاسف ما لقيتش كتير، واللي لقيته ما كانتش الطريقه مناسبه قوي للسوشيال ميديا. في الوقت دوت قررت انه انا عايزه اكون الشخص اللي انا بدور عليه، كونتنت مسيحي لايت لذيذ بيقدم رساله على السوشيال ميديا. وحقيقي الموضوع بدا معايا وانا اصلا مش في بالي اني هوصل لناس كتير، معرفش بقى الموضوع كبر ووصل لناس، ده بركة من ربنا.
انا لاني ما كنتش مجهزه نفسي ان انا اعمل محتوى ويوصل لناس كتير، ما كنتش جاهزه للهجوم اللي هيجي. التعليقات السلبيه ما كانتش بس على الرساله اللي انا بقدمها، لكن كمان عليا انا، وكنت باخد الموضوع على اعصابي قوي وشخصنته. لكن الصراحه اتكلمت مع مشيره نفسيه وهي ساعدتني جدا ان انا اعرف ازاي اتعامل مع اذا كان على المحتوى او عليا. المكان الافضل للخدمه هو المكان الضلمه، لانه التيك توك معظم المحتوى عليه لو مش كله هو محتوى تافه. قررت انه هو ده المكان اللي انا هبدا منه، الناس ديت هي اللي هتكون محتاجه. وفعلا ده اللي حصل. انا مجرد ما بدات انا شفت قد ايه الناس محتاجه، كان بيتبعت لي اسئله كتير قوي، كان بيتكتب لي كومنتات كتير قوي، فشفت قد ايه فعلا الناس دي كانت مفتقده نوع الرساله دوت ونوع المحتوى دوت. قبل ما اعمل محتوى على التيك توك كنت ملتزمه في الخلوه الى حد ما، لكن حقيقي لما بدات اعمل محتوى ده دفعني اكتر انه انا عايزه اخد علشان اعرف اقدم. فبقيت بتشجع اكتر انه اقعد قدام الكلمه، ان انا احضر وعظات. فحقيقي انا فرق معايا جدا، لانه انا مثلا دلوقتي بقالي 8 شهور ملتزمه في الخلوه يوميا علشان اعرف ان انا اتغذى فاطلع محتوى حقيقي يوصل للناس. لكن في الرحله ديت انا اتعلمت وكبرت وعرفت معنى ان انا اقعد قدام الكلمه واخد حاجه ليا انا قبل ما اديها للناس. ترنيم ازيك عامله ايه؟ يا ساندرا انا كويسه. ايه النيو لوك الحلو دوت؟ 85 ضفيره. ياه. اخد وقت قد ايه منك؟ 6 ساعات. ده انت صبوره. فضلتي قاعده بقى مستحمله. انت شايفك مهتم بتفكر؟ ولا كنت بتعملي فيهم فيديو على التيك توك؟ لا ما كنتش بعمل فيديو للاسف. المنظر ما كانش يسمح بفيديو خالص. اوكي، احنا كان عندنا شويه اسئله عن السوشيال ميديا وازاي بنقدر نقدم محتوى على السوشيال ميديا. يعني خليني ابدا اسالك، انت ليه فكرتي تعملي كده او ازاي ابتديتي؟ يعني هو الموضوع بدا معايا ان انا شغلي كله على السوشيال ميديا، فانا قاعده ليل نهار يعني على السوشيال ميديا، فكنت بتفرج على فيديوز لناس اجانب بيعملوا محتوى مسيحي، وكان بيعجبني لانه هو بيقدم رساله في نفس الوقت هو لايق على ان هو يكون بينزل على السوشيال ميديا. كنت بدور على نفس الشكل دوت بالعربي علشان دي اللغه يعني لغتي، ف لغه الناس اللي احنا هنفهمها بالظبط. فكنت بدور على حاجه بالعربي بس ما كنتش بلاقي، او بلاقي حاجه مش مناسب يعني مش شكل السوشيال ميديا. يعني هي ينفع تتقال على منبر في اجتماع بس مش بتاعت سوشيال ميديا بس. فساعتها قررت انه انا اكون الشخص اللي انا بدور عليه، يعني كنت اللي انا بدور عليه هعمله عشان اكيد في ناس تانية بيدوروا على نفس الحاجة. طب وقتها كان عندك تخوفات؟ كنت قلقانة؟ كنت عاملة بلان مثلا، ولا اللي هو يلا بينا؟ لا، هو الموضوع ما بدأش معايا بخطة خالص. هو انا قررت ان انا هعمل فيديوهات، وكان يعني عندي اللي هم اصحابي بس الفولورز دولت، فانا كنت بادئه بعشوائيه جدا، هنزل ايه في اليوم او حاجه كده. يعني ما كنتش متوقعه خالص ان الموضوع يكبر مني ويوصل لكل الناس ديت، فما كانش في خطه. يعني موضوع الخطه ده جه بعدين لما حسيت انه ايه ده، لا ده المحتوى بيوصل، ف في فولورز زادت. في فولورز وفي ناس بتسال، بيبعتوا لي اسئله، في ناس بتكتب كومنتات، فحسيت انه لا طب خلاص نعمل بقى خطه للي بيحصل ده عشان ما تبقاش عشوائيه. يعني طب ترنيم، يعني انت بتحضري المحتوى بتاعك ازاي، او بتختاري المواضيع اللي هتتكلمي فيها على اساس ايه؟ يعني هو انا ما عنديش حاجه معينه بعملها، بس هو اكتر الوقت بيبقى حاجه من خلوتي. يعني انا باخد الخلوه الصبح او بالليل، هي ديت الحاجه اللي انا بشارك بيها. انا بعمل كذا انواع كونتنت، يعني ممكن اشارك حاجه من الخلوه، ممكن ساعات بطلع اقرا الكتاب المقدس، وده حاجه غريبه قوي ان الناس متفاعله معايا. كنت اسالك، بتشوفي الناس بتستفيد من ده؟ حاسه الناس بتنتراكت معاها ولا حاسه جدا بس بيسمعوا؟ يعني بيسمعوا جدا، لانه الفكره انه تيك توك مش منصه عليها نوع من الكونتنت دوت كتير، فلانه مفيش كومبيتيشن، مفيش منافسه، هو ده يعني ده المكان الوحيد اللي هم بياخدوا منه النوع ده من المحتوى اللي هو المحتوى المسيحي. فلا، لقيت تفاعل كبير قوي، وبالذات على قرايه الكتاب المقدس. يعني هي اي حاجه فيها كتاب مقدس الناس كانت بتكون مهتمه قوي ان هي تعرف، بتسال بقى وتستفسر وكده. لا، الناس متفاعله جدا. انا اكتر اللي بيتفرجوا عليا
او بيتفرجوا على الفيديوهات يعني سن صغير اعدادي وثانوي. طب حلو بيتاسسوا يعني. ايوه بالظبط، ما دي حاجه من الحاجات اللي بتشجعني قوي انه هم السن الصغير دوت بيكبروا على حاجه نظيفه كويسه يعني. ما حسيتيش وقت ان يتقال عليكي مزيته او ملزقه بالمحتوى اللي انت بتقدميه دوت؟ لا حسيت طبعا، بالذات في الاول انا كنت متردده ان انا ابدا علشان صحابي يعني هم دول الاول ناس هيشوفوا الحاجه اللي انا هنزلها، فكنت مقلقه في الاول اللي هو يقولوا عليكي ايه بقى. اه بالظبط، ايه اللي انت بتنزليه ده، خاصه ان انا قبل ما ابدا انزل محتوى مسيحي كنت بعمل العادي اللي هو على التيك توك اغنيه ترند ترانزيشن مش عارف ايه الحاجات دي، فمره واحده الاكونت القلب الله دي ايوه اللي هو ايه انت بقيتي مؤمنه مره واحده ولا ايه، بس فكنت مقلقه في الاول، بس بعد كده انا لقيت حتى صحابي بيشجعوني فدي حاجة اطمنت كده واللي هو لا خلاص نكمل بقى. طب لما كان بيتوجه لك اي انتقادات بتحسي تعاملي معاها ازاي؟ هل في حاجات بقى كانت مدمرة صعبة خلتك تفكري انه انا مش هكمل اعمل كده وقفتك للحظة؟ وبرضو الانتقادات يعني ممكن تكون من صحابك او من ناس بقى على السوشيال ميديا من الفولورز الجداد يعني الناس اصلا مش عارفاكي بطريقة شخصية يعني. للأمانة ما حدش من صحابي يعني يوجه لي اي انتقادات، معظم الناس اللي انا اعرفهم كانوا بيشجعوني. انت محظوظه ان عندك صراحه بس بالنسبه للناس على السوشيال ميديا لا، في الاول انا ما كنتش جاهزه نفسيا ان انا استقبل كل الهجوم دوت لانه زي ما قلت انا ما كنتش عامله خطه، هو انا مش متوقعه ان ده هيحصل ودخلت كده يعني من غير ما اجهز نفسي ولا اجهز اي حاجه، فما كنتش قادره استوعب كميه الهجوم اللي كان على المحتوى وكمان عليا يعني. الساعات لما بيبقى الهجوم على الحاجه اللي انا بقدمها بس فتمام بتعدي، لكن لما بيبقى على عليا انا كشخص كانت بتبقى بيأثر نفسيا. قدرتي ازاي تفصلي فكره انه هو يعني مش مقتنع او بيعلق على المحتوى مش بيعلق عليكي انت شخصيا؟ لا هو بيعلق عليا الاثنين. يس انا عارف ان هو اوقات بيجي اعتراضات عليكي انت شخصيا، بس ازاي قدرتي تفصلي الهجوم دوت؟ هي بصراحه ما جاتش بسهوله خالص، انا في الاول فتره ديت كنت بتضغط جدا من الكومنتات لدرجه ان انا رحت استشرت واحده مشيره نفسيه ازاي اتعامل مع النوع دوت من الهجوم، علشان انا يعني انا كنت هفقد الامل ومش هكمل. فكرت تقفليه يعني الاكونت بسبب الانتقادات؟ فكر يعني الفكره جت ان انا ما كملش لانه كانت بتبقى صعبه عليا قوي ان انا اطلع اعمل فيديو وانا عارفه نوع الهجوم اللي هيجي لي بالظبط. بس المشيره ديت ساعدتني بصراحه، قالت لي شويه تريكس كده اللي هو ازاي اتعامل مع النوع دوت من الكومنتات، وهو دلوقتي بصراحه الكومنتات قلت، الكومنتات السلبيه يعني قلت، وانا بقيت عارفه اللي هو ايه الشخص دوت هو مش فاهم او هو مش أو مدرك قوي هو ازاي تتعاملي معاها اكتر. وبقيت اللي هو لو حاجه تستحق الرد هرد، حاجه ما تستحقش الرد خلاص هسيب الشخص مش لازم ارد عليه يعني. طب هل انت شايفه ان وجود المحتوى المسيحي في السوشيال ميديا ده يلغي الكنيسه؟ لاني اوريدي في ناس كتير وفي اجتماعات بتبقى موجوده اونلاين وفي محتوى بينزل وفي محاضرات وفي زي وعظات، فاحنا كشباب بنميل ان احنا نريح كده ونندخ، فايه تعليقك على الشخص بيقول كده يعني؟ لا بصراحه يعني رغم ان انا بعمل محتوى على السوشيال ميديا لكن انا مش مقتنعه ان دوت يلغي او يعوض مكان الكنيسه والجسد والشركه، لانه انا مقتنعه ان السوشيال ميديا هي كانها طوبه في حيطه يعني انا بدي معلومه او بدي تامل حاجه لشخص بياخدها بس ما يقدرش يمشي رحله على السوشيال ميديا، وهي الحياه المسيحيه رحله، فهي جو الكنيسه بتحصل مع الجسد والشركه مش هتنفع تحصل على السوشيال ميديا. في ناس بتتفرج على السوشيال ميديا وكونتنت روحي بيحس انا كده اخدت خلوتي انا كده قعدت مع ربنا. ايه رايك في الموضوع؟ انت عارف بقى انا لسه من قريب متعرضه للموضوع ده، انا كنت بنزل فيديوهات بقرا فيها كتاب مقدس، ففي الاول كنت بكتب يعني مثلا اقرا مزمور اكتبه على الشاشه وبعدين بطلت، فبيسالوني ليه بطلتي تكتبي المزامير، فقلت لهم علشان انتوا تفتحوا الكتب المقدسه بتاعتكم مش تستسهلوا انه خلاص هي بتقرا ومكتوب فاحنا كده تمام خدت خلوتي. الفيديو عدى في دقيقه انا خلصت خلوتي بالظبط خلاص شكرا كده سوايب اللي بعده ازاي تاخد خلوتك في دقيقه اتفرج على ترنيم بس فقلت لهم لا يعني للناس اللي على التيك توك لا انتوا افتحوا كتاب مقدس ولو شفتوا فيديو انا بقرا فيه كتاب مقدس يعني ما تستسهلوش انتوا بس تسمعوا لا افتحوا كتبكم وانتوا اقروا دي بوينت. طب واحنا بنتكلم عن السوشيال ميديا بنقول دايما ان هي بتسرق الوقت وبتضيع الوقت والواحد بيفضل ماسك الموبايل مده طويله، ف
فتفتكري من خبرتك في موضوع انه بتعملي كونتنت واكيد ده بيخليكي تاخدي وقت في السوشيال ميديا، ازاي نعمل البالانس ما بين اني ما بقاش بضيع وقت واني ابقى بستفيد بكونتنت حلو بيتقدم او ان انا بعمل كونتنت سواء ده او ده؟ يعني هو الفكرة كلها في تنظيم الوقت، لانه انا لما اكون مدرك ان دي حاجة هتاخد هتسرقني لو دخلت على التيك توك ما بنخلص يعني حد 4 الفجر الفيديو بيجيب فيديو بالظبط. فهو الفكرة في الفكرة في تنظيم الوقت، لانه انا لو مدرك انا محتاج خلاص يعني في حاجة. في كمان على الموبايل بيبقى في ابلكيشنز اللي هي بعد ساعة تقول لي خلاص بتقفل لي، فاحنا بنقفل النوتيفيكيشن دي وبنكمل. ساعات احنا مش بنبقى عارفين نتحكم قوي في الوقت اللي بنقعده، فلازم نغصب نفسنا نعمل حاجة تخلينا نكون ملتزمين. انا ساعتها بقول له اديني ساعة كمان، اديني ساعة كمان. لا ما ده كده بقى اوفر قوي. اوكي شكرا جدا ليك يا ترنيم واللي انت كنتي موجودة معنا، وان شاء الله نصور معاكي فيديو على التيك توك الوقت اللي جاي. يلا بينا بعد يس. واي حد برضو عايز يكون بيسألنا اي سؤال عن الحلقة وعن السوشيال ميديا وازاي تكون بتقدم محتوى مسيحي الوقت اللي جاي، ممكن تكون بتتواصل معنا على كل مواقع التواصل الاجتماعي، تبعت لنا رسالة او تكتب كومنت واحنا هنكون بنرد عليك الوقت اللي جاي. ماذا لو صحيت في يوم من الايام وكنت كل ما تحاول تعمل شير او بوست على السوشيال ميديا تكتشف ان انت مضطر تدفع فلوس؟ ايه الحاجات اللي انت هتكون بتدفع فيها الفلوس دي؟ هل هتشير اغنيه؟ هل هتشير صوره مع صحابك؟ هل هتحط ايه من الانجيل؟ طب ماذا لو يسوع في وقتنا دلوقتي عمل اكاونت على السوشيال ميديا، هل تفتكر كلامه هيكون مختلف عن الكلام اللي موجود عندنا في الاناجيل؟ الاجابه لا، لان يسوع كان عنده هويه متاصله فيه، هويه كان بيستمدها من كونه نفسه، من كونه كان ماشي في مشيئه الاب. وطرقه في التعبير عن الهويه دي اختلفت من مكان للتاني صحيح، لكنها في طول الوقت كانت بتعبر عن هو مين. فانت ما تقدرش ان انت بترجع بعد وقت تشوف يسوع في مكان وتشوفه في مكان تاني وتقول لا ده مش هو يسوع. فحتى لو يسوع عمل اكاونت على السوشيال ميديا دلوقتي يمكن طريقته في الكلام تختلف، يمكن يتغير، بس انت وانت بتتعامل معاه مش هتشك ولا مره في ان هو ده يسوع اللي انت تعرفه. والنهارده ودلوقتي في عصر السوشيال ميديا اللي احنا عايشين فيه، احنا بنعلن ايه عن نفسنا؟ ايه اللي احنا بنقوله؟ اللي احنا بنتكلم عنه وبندفع فيه الثمن ده؟ احنا كمسيحيين المفروض نكون صوره الله وبنعكس افعاله وطبيعته وبنعلن عن مجده في كل حاجه ايدينا بتطولها. يسوع قال كده في متى 5:15: ولا يوقد سراج ويوضع تحت المكيال بل على المنارة ليضيء لجميع الذين في البيت. وده دورنا اللي احنا نعمله، ان احنا نكون متأصلين في الهوية بتاعتنا، ان احنا نكون متمسكين بيسوع. فكل مكان احنا بنتكلم فيه عن يسوع او بنتكلم فيه عن نفسنا او حتى بنعبر فيه عن مواهبنا وقدراتنا وعن شخصياتنا يكون بيعكس الصورة الحقيقية دي، حتى لو المكان ده هو السوشيال ميديا. بصلي يا رب انك تقودني في رحلتي اني اكون حقيقي سواء على السوشيال ميديا او على ارض الواقع. اديني الوقت اللي جاي اني اقدر اكون متأصلة في هويتي، اني اقدر امسك ايدك وامشي معاك رحلة اكتشاف هويتي ومعرفة انا مين، واني اعرف اعكس صورتك واكون امين في ده طول الوقت. امين. واضح جدا ان السوشيال ميديا مكمله معانا الوقت اللي جاي وانها جزء اساسي من حياتنا الوقت اللي جاي. فكره اني اتقبل المبدا دوت ده هيريحني قوي لان دوت بقت جزء من حياتي. فخلينا شويه ان احنا نستفيد ونتعلم من الناس اللي بتعمل دوت واعلن ايماني دوت. يعني مش بقول ان انت تكون فيك يعني، فاهماني؟ ايوه فاهمك. خلينا كمان نقول انه يعني السوشيال ميديا هي فعليا سلاح ذو حدين، يعني انا ممكن استخدمها بطريقه ايجابيه قوي سواء انا بقدم حاجه او بسمع حاجه بتتقدم، وشفنا اكزامبل لترنيم ان هي قادره تكون بتقدم محتوى مفيد، فانا ممكن استخدم يعني استفيد من الجزء الايجابي بتاعها، وممكن اقع ضحيه لسلبياتها وان هي تفضل تسرق من وقتي او ان انا اروح ورا كونتنت بيأذيني فعليا مش بيبنيني او مش بيضيف لي. في الاول وفي الاخر القرار في ايد الانسان، هو في ايده انا هستخدمها ازاي. احنا دايما بنرمي العيب او المشكله على السوشيال ميديا، لا هو انا اللي في ايدي اتحكم في الموضوع.
وكده كده انا قاعد على السوشيال ميديا، فازاي استفيد بقى بالوقت دوت؟ يعني ما بقاش بس بضيعه في الترند اللي نازل، اي كوميك موجود، اي هزار سخيف، وانا كده كده قاعد، فازاي اكون بطلع باكبر استفاده تفيدني من السوشيال ميديا؟ وديت حاجه واقعيه يعني. ولازم كمان افتكر كويس قوي انه علاقتي مع ربنا هي في الخفاء، هي بتبدا في اوضتي. ممكن يجي اوتكم ليها بعد كده ان انا بتكلم مع ناس عن ربنا، بنزل حاجات على السوشيال ميديا، لكن عمر ما ده يكون هدفي او ده لا، انا بعمل خلوتي علشان انزل بوست الفلاني عشان اصور وانا الكتاب يعني. هو مش هدف بس كانه اثمار او حاجه نبع من جوايا يعني. انه الخلوه سواء كانت في الكنيسه او اونلاين، ان هي المهم ان هي تبقى موجوده يعني، ما استغناش عنها. بس برضو لو هتبقى اونلاين ما احبطش من الكومنتات السلبيه، انه عادي اكيد هلاقي انتقادات، زي مثلا ما كانت ترنيم بتقول ان هي في الاول كانت واجهتها حاجات، بس هي مع الوقت عرفت ان هي ازاي تقدر تواجهها، وانه دي مش حاجه تاثر عليها وتخليها تلغي الفكره بتاعتها او تلغي رسالتها. وهي كانت كمان يعني فكره انه الناس هيقول عليا ان انا ملزق ومزيت، طب ازاي بقى يعني تقدم الحاجه الحقيقيه اللي عندك ديت بشكل كويس وتليق بالحاجه ديت بالواقع دوت والايمان دوت، من غير ما تكون مزيت يعني، تبقى ازاي واقعي على السوشيال ميديا. محدش قال انك تقدم حقائق زي ما هي، لكن لا، اربط دوت بالحاجه الواقعيه وبالحياه اللي احنا عايشينها. بس احنا بس اللي بنبقى خايفين شويه ان هو ناخد الخطوه ولا لا يعني. فاخر حاجه علشان وقتنا برضو، يا ريت ان احنا كلنا نكون بنتشجع وما نتكسفش ان احنا نكون ما نخافش ان احنا نعلن عن دوت ونتكلم على السوشيال ميديا عن ايماننا، ودوت جزء اصيل من القيمه بتاعتنا والشخصيه بتاعتنا يعني. انبسطت النهارده من المناقشه بتاعتنا، وكل واحد بيتفرج علينا، لو انت عندك اي سؤال او عايز حد يكون بيساعدك ابعت لنا على كل مواقع التواصل الاجتماعي، واكيد هيكون في حد بيكلمك ويساعدك الوقت اللي جاي. واستنونا في حلقه جديده من برنامج كاتاليست. لو يوم فلست هتقوم وتعافر وتكون كاتاليست. اكتب في الليست لو يوم فلست هتقوم وتعافر وتكون كاتاليست. عايزينك دايما متفاعل، مش واحد ضمن الجمهور، مش واحد ضمن الجمهور. امسك الفرصة اما تجيلك دلوقتي، اللي عليك الدور محتاج كاتاليست. محتاج كاتاليست. متفاعل. اكتب في الليست لو يوم فلست هتقوم وتعافر وتكون كاتاليست. ربنا هيدلك عالسكة بس انت جدعان ما تمشي. خليك واثق في اختياراتك، صدقني اكيد ما تندمش. وتكون كاتاليست. متفاعل. اكتب في الليست لو يوم فلست هتكون متعافر وتكون كاتاليست. 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 كاتاليست.